عشان فيهم واحد ليكتون وواحد على ميه بيضاء وسكر اسمرلي وحيد حليب. فين الشاي بتاع حماده؟ منور يا استاكي ماكوت. وعندك واحد شاي للوز تاكي ماكوت وصاير. والله حرام اللي بيحصل ده، محارة الشقة كلها مش مظبوطة، ده الحيطة كلها مموجة وكلها عالي وواطي، ولو سويت بأي حاجة المعجون هيطق من الحيط، وما بقتش عارف أعمل إيه. يا عم سهلة، النقاش يظبطها لك. أيوة جاي. ما تحضرنا يا عم كيماكوت. عم، وكمان عم. هحكي لك أنا من الأول. لا لا لا، تحكي إيه؟ ما أنا سمعت. أنت قلت محارة بيتك بايظة ومموجة وفيها عالي وواطي، وخايف لما تتعالج الحيطة تطق. الحل موجود طبعا، عندي اللي يسوي لك العالي والواطي ويديك السمك المطلوب من غير ما يطق، بجفاف اسرع وكمان موفر عشان بيديك اعلى معدل فرد. يا عم قول لي بس الاقيه فين. الحل عندي في شركتي سي ام بي كيماويات البناء الحديث. يا ترى عرفتوا المنتج اللي هيعالج مشكله المحاره؟ معجون اسمنتي ولا معجون كيماتون الفاخر ولا معجون جيبسي؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.